إذا تقدم للزواج من كان ذا دين وخلق وتم رده لعدم تكافؤ النسب، هل يأثم ولي الأمر في ذلك؟ ولي أمر المرأة يعني؟ نعم نعم. الله، هذا يعني يتبع فيه المصلحة. إذا كان إذا زوجها من أحد لا يرتضيها قاربها يحصل فتنة ويحصل شر، الله يرزقها خيرا منه، شيء ما يحصل فيه فتنة ولا. نعم.